أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز وأهم ما تناولته الصحف العربية والمواقع الإخبارية الصادرة لهذا اليوم، ولكن البداية بالعناوين. الوحدة وينت، ثلاث قضايا في ملف المبعوث الأممي إلى اليمن. ومن الشرق الأوسط، نزع 16,000 لغم زرعها الانقلابيون حول مدينة يمنية واحدة. ومن الهاف بوست، عامل نظافة بنغالي عالج الكويتيين لمدة 30 عاما. ومن البي بي سي، السجن 16 عاما لأمريكي قتل عددا من القطط. أهلا بكم. الأعمال التخريبية لشبكات الكهرباء والتي عانت منها طويلا البلاد عادت للظهور من جديد، ولكن في مكان آخر، حيث يعلق موقع المصدر أونلاين مصدر في مؤسسة الكهرباء تعرض خطوط نقل الطاقة بين عدن ولحج لعمل تخريبي. قال مصدر في مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت لعمل تخريبي هو الثاني في أقل من 24 ساعة. وأفاد المصدر للموقع إن العمل التخريبي استهدف خطوط الطاقة الممتدة بين عدن ولحج وتسبب في خروج منظومة الشبكة بالكامل عن الخدمة، وأن فرقا فنية تعمل على إصلاح الخلل. يعلق الموقع إن الحادثين جاءا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إيفاء حكومته بتوليد كهرباء إضافية تصل إلى 100 ميجا لتخفيف ساعات الانطفاءات. وعن الأوضاع التي تعيشها العاصمة المؤقتة، علق موقع عدن الغد في عنوان في صفحته الأولى: عدن رقعة شطرنج مكتظة بتشكيلات عسكرية متعددة. يقول الموقع إن الوضع الأمني في عدن يظل أبرز التحديات أمام الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة، ويرى مواطنون من عدن أن اختلاف الأجهزة الأمنية وعدم وجود التنسيق بينها يعد أهم العوامل والأسباب المؤدية إلى الانفلات الأمني. وطبقا للموقع، فإنها تنتشر في عدن عدة تشكيلات أمنية تتبع وزارة الداخلية ظاهريا، بينما تتقاسم أطراف في التحالف والشرعية ولاءاتها، بالإضافة إلى وجود عدة ألوية تتبع الحرس الرئاسي وألوية تتبع الجيش الوطني تقودها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن وتشكيلات من المقاومة التي قاتلت في المدينة. ويصف الموقع الوضع في المدينة الساحلية الصغيرة التي تبلغ مساحتها حوالي 750 كيلو بأنه أشبه برقعة الشطرنج، ويقدر عدد المسلحين المنتشرين في عدن ب50,000 مقاتل ينتشرون في عدة معسكرات بالمدينة. إذا أردت أن تفرق بين سلطة الدولة والسلطات التي تحاول أن تنافسها أو تحل محلها، فانظر إلى حقوق الإنسان، فإنها كفيلة بجعلك تميز بين الدولة والعصابة وإن حاولت أن تتستر. هكذا بدأ عدنان العديني مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس عن أولئك الذين اعتقلتهم الميليشيا ثم أظهرتهم لتحاكمهم في صنعاء. وقال العديني: المكان الذي لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على حياته إلا إذا تنازل عن حقوقه وكف عن المطالبة بحريته لا يمكن أن يكون محكوما بدولة. والذين يحرمون على الإنسان بعد اختطافه التواصل مع أهله ومع العالم لا يستطيعون أن يكونوا إلا عصابة تتواجد خارج القانون وتناضل بتوحش ضد الناس. في صنعاء هناك أشخاص اختفوا في ظروف غامضة ولمدة أشهر بقي مصيرهم مجهولاً، ثم قيل إنهم على وشك أن يحاكموا. يا للعجب، من يحاكمهم؟ الجهة التي اختطفتهم ثم حجبتهم عن العالم ما يقارب السنتين؟ لا يصل إليهم محام ولا قريب ولا يسمح لأي جهة الاطلاع على أوضاعهم. تحاكمهم الجهة التي لم تبقي جهاز دولة ولا أحزابا ولا منظمات مجتمع مدني ولا إعلاما. تحاكمهم الجهات التي جردت المجتمع من أدوات الحماية لتجهز على ضحاياها في الظلام. إنها أبشع عمليات الإسقاط لفكرة القانون والحقوق، وبطريقة تهدد كل إنسان في هذا العالم الذي يتفرج. انظروا في صنعاء، فلم يعد هناك من يستطيع الاعتراض أو الاحتجاج.
حتى أن يوسف البواب الأستاذ الجامعي لا يجد من يصرخ لأجله غير أمه، لا نقابات ولا منظمات ولا إعلاما. فصنعاء في لحظة خارج الزمن وأقرب للوضع الذي عاشته عام 1948 بعد تعرضها للاجتياح بقيادة أحمد حميد الدين. الأمهات وحدهن من صمدن في وجه العدوان والقهر وسياسة الكبت وسلب الكرامة، هن وحدهن من رفعن الصوت والشارة واللواء وذكرن الجميع بثورة عظيمة كان عنوانها الحقوق ومطلبها الحرية وقد مرت من هنا. الأمهات يكشفننا نحن أيضا في الشرعية والأحزاب والمنظمات وفي كل الجهات حين تركنا لهن مهمة التشبث بما تبقى لنا من كرامة وذهبنا نحكي بطولاتهن فقط. علق موقع المشاهد نت حول الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الأمنية في تعز ووصفها بأنها قرارات جريئة للجنة الأمنية بتعز. قال الموقع إن اللجنة الأمنية بتعز أقرت إيقاف العمل في كل من سوق الوليد وسوق ديلوكس وسط مدينة تعز ومنع بيع القات فيهما بأي شكل. وأوضح مصدر إعلامي في اللجنة الإعلامية للجنة الأمنية أن الأسواق المذكورة سبب الاشتباكات المتكررة بين المسلحين من أجل أخذ الإيرادات المالية من الباعة. وأضاف الموقع أن الشرطة العسكرية والحملة الأمنية وبإشراف مباشر من عمليات المحور باشرت مهمة إزالة أسواق القات والانتشار الأمني وسط المدينة. ينقل موقع الموقع بوست عن مصادر مطلعة قولها إن الإمارات دعمت محور عتق العسكري في محافظة شبوة بقيادة العميد عزيز العتيقي قائد اللواء 30 مشاة بعشرات الأطقم المسلحة والتي تسلمها من القوة الإماراتية المتواجدة في منشأة بلحاف شرقي المحافظة. وأفادت المصادر للموقع بوست بأن قوة تابعة للواء 30 مشاة تحركت إلى منطقة الهضبة بمديرية جردان شرقية محافظة شبوة والتي يمتد فيها أنبوب الغاز المسال الرابط بين منشأة بلحاف الغازية وحقول صافر النفطية في محافظة مأرب. ولفتت المصادر إلى أن أبناء القبائل في المناطق الممتدة على طول الأنبوب في منطقة الهضبة تجمعوا لمحاولة منع قوة اللواء القادمة من عتق من الانتشار في المواقع المستهدفة تحت حجة أنهم هم الأولى بتأمين الأنبوب. وتوقع مراقبون من تلك الخطوة أن الإمارات تقف خلف استعجال استعادة العمل في ضخ الغاز المسال من حقول مارب إلى ميناء بلحاف للحصول على حصة الحكومة اليمنية والتي تقدر ب40% من كمية التصدير، بينما تحصل الشركة المصدرة والمستثمرة في مشروع ميناء بلحاف لتصدير الغاز على نسبة 60% من الكمية المصدرة. ماذا تعلم العراقيون من كارثة الموصل؟ تحت هذا العنوان جاءت افتتاحية صحيفة القدس العربي مضيفة. احتفل العراقيون كثر على رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أعلن النصر من مدينة الموصل نفسها بتحرير المدينة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. أحد المحتفلين أيضا كان جنرال الحرس الثوري الإيراني الشهير قاسم سليماني الذي هنأ العراقيين على انتصارهم، لكنه نسبه إلى جهود الحشد الشعبي التي يمثلها السيد العبادي نفسه ومؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان والجيش. أحد قادة الحشد الشعبي قيس الخزعلي استخدم المناسبة لدعم الرؤية الطائفية للحدث قائلا إن على المكون السني أن يعرف أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وهنالك من سبب إراقة الدماء في البلاد. ويفهم من الكلام أن تنظيم الدولة هو تعبير عن المكون السني وأن الانتصار عليه هو انتصار على ذلك المكون. المناسبة كانت عمل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على مؤتمر تشارك فيه المعارضة العراقية في بغداد منتصف الشهر الحالي للوصول إلى حلول حقيقية للبلاد. وبينما كان المحتفلون يحتفلون والسياسيون يتنافسون على نيل حصتهم من الانتصار، كان المئات من سكان المدينة ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، وكان الآلاف ما زالوا يحاولون النجاة بأرواحهم من كابوس تنظيم الدولة ليلقوا بها في أيدي قادة ميليشيا على شاكلة الخزعلي أو أسوأ، ولينضموا إلى قرابة مليون نازح هجروا من مدينتهم وبلداتهم وقراهم، وفقد الكثير منهم بيوتهم وأقاربهم وأملاكهم.
ولا يشكل تحرير المدينة لهم غير فصل آخر من فصول البؤس والشتات والعذاب المديد. يركز موقع الوحدة ونت على الجولات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليوم، ويقول أنها تناقش عدة قضايا هي ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومرتبات الموظفين، أبرز بنود جولة المفاوضات الأممية الجديدة. قالت مصادر دبلوماسية إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيعقد اجتماعا تشاوريا مع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية غدا الاثنين لإطلاعهم على مستجدات الوضع في اليمن وخارطة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. كما سيقوم ولد الشيخ بجولة مفاوضات مع الشرعية اليمنية في الرياض وعدن، ويلتقي ممثلين عن الانقلابيين لإعادة طرح خطة انسحاب الانقلابيين من ميناء الحديدة وتجنيبه أي عملية عسكرية محتملة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي، مع وضع خطة لتسليم مرتبات الموظفين وإعادة فتح مطار صنعاء تمهيدا للبدء بمشاورات سلام شاملة. ومن الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم نقرأ لكم بعض العناوين. بن دغر، صالح والحوثي شوهوا الوحدة وجعلوها معضلة غير قابلة للاستمرار إلا بصيغة اتحادية. ومن العناوين أيضا أمن عدن يضبط عصابة تقوم بسرقة كابلات الاتصالات والكهرباء في المدينة. ومن تعز عنوان آخر العقيد الحمودي، الحكومة والتحالف وراء انهيار الأمن بتعز ودعم الفصائل ولا ندري ما هو اللغز. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تحت عنوان غش بالقوة في مدارس اليمن، تصف صحيفة العرب الجديد الحال الذي وصلت إليه حالة الغش في المدارس. وقالت الصحيفة في كل عام تشهد مدارس اليمن ارتفاعا في نسبة الغش في امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، ويبدو أنها زادت هذا العام جراء الانفلات الأمني وانتشار السلاح، ما أدى إلى فرض الغش بالقوة في كثير من مراكز الامتحانات. تضيف الصحيفة أنه في ظل انتشار الغش رفض وكيل مدرسة قتيبة بن مسلم في صنعاء فائز الغزالي المشاركة في الرقابة على امتحانات المرحلة الأساسية والثانوية، رغم استدعائه من قبل وزارة التربية والتعليم للمراقبة في أحد مراكز الامتحانات في صنعاء. وعلق الغزالي اختبارات الثانوية العامة لم تعد ذات جدوى وأهمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب ارتفاع نسبة الغش إلى مستويات قياسية أمام مرأى ومسمع الجميع من دون أي حساب. وتؤكد العربي الجديد عاما بعد عام تختلف أشكال الغش في الامتحانات في اليمن، ويختار البعض وضع أوراق صغيرة في الأحذية أو كتابة بعض المعلومات في أنحاء مختلفة من الجسم. ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في صفحتها الرئيسية نزع 16,000 لغم زرعها الانقلابيون حول مارب اليمنية. قال رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة العقيد صالح طريق إن الميليشيا الانقلابية زرعت نحو 16,000 لغم أرضي حول مدينة مارب قبل انسحابها. وأضاف طريق في تقرير أن الميليشيا تقوم بزرع الألغام والمتفجرات في المناطق التي يخسرونها بشكل واسع، ويعتبرونها استراتيجية انتقامية لقتل النازحين والمهجرين العائدين إلى منازلهم. وأشار إلى أن الفريق الهندسي تمكن من نزع 4500 لغم من منطقة المخدرة التي تم تحريرها قبل أسابيع، وتطهير مساحة لا تتجاوز 5 كيلومترات من المنطقة التي تتجاوز مساحتها 25 كيلومتر. ضد العولمة اليوم وضد العلم غدا، تحت هذا العنوان كتب وحيد عبد المجيد مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا: إذا كان في إمكان الشعبويين هجاء العولمة ليل النهار وإلقاء اللوم عليها، فماذا سيفعلون غدا حين يتبين لهم أنهم يحرثون في البحر؟ وهل نشهد وقتها لوما للتكنولوجيا وهجاء للتقدم العلمي بما يماثل ما حدث إبان الكساد الكبير في الثلاثينيات حين حملت الآلات الحديثة وقتها المسؤولية عن تفاقم البطالة ومعاناة العمال؟
وهل يتبنى بعض الشعبويين مواقف تدعو إلى وقف البحث العلمي الذي تؤدي نتائجه إلى ازدياد إمكانات أداء العمل بعدد أقل من العاملين، وهم الذين ينفر بعضهم الآن مما يعتبرونه تمزقاً اجتماعياً مترتباً على سرعة التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا الاتصالات؟ ولماذا تدفع البشرية ثمن ضحالة أفكار الشعبويين وجمود السياسيين التقليديين الذين لا يعرفون كيف يستثمرون التقدم العلمي التكنولوجي لفتح مجالات جديدة للنمو ومن ثم خلق وظائف تفوق تلك التي يؤدي هذا التقدم إلى الاستغناء عنها؟ المشكلة إذن ليست في العولمة، وحلها تالياً ليس في سياسات ساذجة لا يعرف صانعها إلا فرض قيود وبناء أسوار، بل في تطوير أنماط التفكير ومراجعة المناهج القديمة وانفتاح الذهنيات المغلقة والاستجابة لتحديات التقدم العلمي وعصرانة الاقتصاد والمجتمع وإنتاج سلع وخدمات جديدة والتوسع في تحرير التجارة بوصفه أداة للتنمية ومحاربة الفقر كما حدث في الصين مثلاً. فلم يكن ممكناً إخراج نحو 700 مليون صيني من سراديب الفقر المدقع من دون استثمار العولمة وتحرير التجارة الدولية. وفي أكثر الأخبار المنوعة تداولاً ما جاء في موقع شبكة البي بي سي والتي عنونت حكم بسجن قاتل القطط في كاليفورنيا 16 عاماً. قالت الشبكة إن محكمة أمريكية حكمت بالسجن لمدة 16 عاماً أو سنة على رجل قتل 18 قطة في مدينة سان خوزيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومنعه من تربية حيوانات أليفة أو رعايتها لمدة 10 سنوات. وفي جلسة المحاكمة تلا القاضي أسماء القطط التي عذبها وقتلها المتهم روبرت فارمر البالغ من العمر 26 عاماً. وقد ارتكب فارمر الجرائم في سان خوزيه عام 2015، وكان قد عثر على فارمر نائما في سيارته وجثة إحدى القطط فوق لوحة القيادة في السيارة. وأحضرت صاحبة القطط وتدعى مريام بيتروفا جلسة المحاكمة وقالت للبي بي سي: بإمكاننا الآن أن نودع كل قطة وقعت ضحية لهذه الجرائم. وتلا محامي المتهم رسالة في المحكمة قال فيها: أحس كأن شخصا آخر ارتكب هذه الجرائم، لكني أعرف أني كنت من اقترفها، من الصعب جدا أن أستوعب أنني فعلت ذلك. رفض النائب العام الرسالة وقال إنها مجرد وسيلة لاستثارة العواطف. ومن الأخبار المنوعة أيضا ما جاء في موقع الهاف بوست عربي حيث عنوان: عامل نظافة بنغالي ينتحل صفة طبيب لمدة 31 عاما في وزارة الصحة بالكويت. قال الموقع إن مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت انشغلت بمعلومات عن عامل نظافة بنغالي عمل طبيبا في وزارة الصحة بأوراق مزورة باسم طبيب كويتي غادر البلاد منذ عام 1982. يضيف الموقع أن عامل النظافة بنغاليا يعمل في وزارة الصحة منذ ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، استطاع تزوير أوراقه الرسمية وحصل على الجنسية الكويتية بعد رشوة مسؤول كبير من ثروة حصل عليها من نهب صيدليات المستشفيات من الأدوية وبيعها في السوق السوداء. وأكد الموقع أن من كشف حقيقة هذا البنغالي عامل نظافة من جنسيته يعمل في مكتب الطبيب الزائف سمعه يتحدث البنغالية مرة بطلاقة في مكالمة هاتفية خارجية ذكر فيها نيته الترشح لمجلس النواب في بنغلاديش. اجتماع ترامب وبوتين مغير محتمل للعبة في سوريا، هذا هو عنوان المقال الذي ورد في صحيفة الغد للكاتب إليكس خليبنيكوف. في وقت تمر فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو ببرود، عقد أخيراً الاجتماع الذي طال انتظاره بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على هامش قمة العشرين التي التأمت في هامبورغ مؤخراً. وعلى الرغم من التوترات المتواصلة، بدأن القوتين تتبنيان نهجاً بناءً في اجتماعهما الأول، حيث ركزتا على القضايا التي يبدو إحراز التقدم فيها ممكناً مثل مسألة سوريا.
خلال حملته الانتخابية الرئاسية، كان ترامب قد شدد على الحاجة إلى محاربة داعش وتنظيم القاعدة في سوريا بالتشارك مع موسكو، وكانت إدارة أوباما قد رفضت هذا النهج وتجنبت في آخر عام لها التعاون العلني على مستوى العمل البري مع روسيا في سوريا. وعلى الرغم من أن ترامب وفريقه ما يزالون لا يتوافرون على استراتيجية واضحة لسوريا، فإنهم يفهمون بتميز أساسيات سياستهم في المنطقة. لا تريد الولايات المتحدة الانزلاق عميقاً في صراع آخر في الشرق الأوسط، ولا تريد أي تصعيد رئيسي في سوريا، وخاصة خوض مواجهة مباشرة مع روسيا والتي قد تفضي إلى تداعيات غير متوقعة. تريد واشنطن بناء تعاون مع موسكو في سوريا بغية تجنب تهميشها وحتى تكون لها كلمة في عملية التسوية. وأخيراً وليس آخراً، تريد إدارة ترامب إظهار أن نهجها في سوريا يختلف عن سياسة أوباما الناعمة وغير الحاسمة. كل هذه القضايا معاً مهدت الطريق لعقد محادثات ذات معنى بين ترامب وبوتين حول سوريا، وقد فضل كلا الزعيمين التركيز على الأساسيات بدلاً من طرق القضايا التي تبعدهما عن بعضهما بعضاً. الديلي تيليغراف نشرت أهم الصور التي وثقتها عدسات حول العالم لمناظر مدهشة والتقطت أمس، نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.